نبداو ياك سي عبد المولى على بركة الله. عبد المولى احسن كاميرمان عبد المولى على بركة الله. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من امام المؤسسة ديال بالخرشيد من ساقة سيدي عثمان مولاي رشيد. حنا بطبيعة الحال كنتمناو التوفيق والنجاح والسداد لهاد الوليدات. انا جد فرحة انني كنتواجد مع وليداتي اليوم، تنقول لهم الله ينجحكم. امين. واجي هذا اجي نمشي نحيدو من الطريق. اجي حيد من الطريق. اجي نحيدو من الطريق. سير سير. برافو. برافو. قول لي يا وليد اشنو بغيتي تقول؟ قلت لي باغي نعطي واحد التصريح بخصوص ماذا؟ بخصوص المدرسة هذه، يعني في بالقرشي هذه كانت مزايرة بزاف، وفهمتي طلبناهم على ما طلبوا فيه. سبعات ديال حالات الغش هذا الصباح. واخا ما كانتش اللجنة، ما كانتش اللجنة. ما كانتش اللجنة. سبعة اللي صيفطوا سبعات ديال حالات الغش. كان زيار. وكلهم تليفونات. كان زيار والعادية اللي دوزنا شحال هذيك. هذه شاف مولاي دريس دوزنا مولاي دريس. كانت مخوفة واحد شوية على بن قرشيد. والمدير ديالها هذا درويش ديما درويش هذاك الله يخليه لينا. باقي راجع المدير. لا 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 هذا المدير ما درويش ما والو. بلاش بلاش باقي غدا لا خليها لا لا ضعيف والله. لا لا كتجيش عنده باش نتحول. بحال بغينا المدير معنا شي حل نجحوا كاملين بلاش والله. لا بغينا خلينا الملك. انا راك السيدي الحال اقسم بالله. الدري قال لي يجي غنراجعوا الماتش. تفضل معاه. تفضل معاه. والله ما واحد مهدر. انا عندي الباك وجوج ديبلومات. اسمع دابا انت غتقرا. لا والله انت دابا اسمع اسمع غتشد باكالوريا. باكالوريا اسمعني اسمعني. دابا انت كتعرف راسك غتشد باكالوريا ديالك. كتبان لك غتبان لك الدنيا. والله اسمع 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 باكالوريا جوج ديبلومات عشيري. البلاد كاع فكرت تمشي للغربة. اما البلاد هذه راه بقات تعذب. النصيحة لي اسمع اسمع اسمع. دابا انت دابا انت كتشد الباك. اما اما المدارس ديال المخزن راه باغيين كلشي يديرهم بالفلوس حيت البلاد اخويا غادا. ولكن الا جينا ندوب المنطق ديالك راه هاد الناس كاع غير تصنط ليا. الا جينا ندوب الا جينا ندوب المنطق ديالك راه بحال غادي نشجعوا الوليدات انهم يديروا هجره غير شرعيه. باش غيمشي قانون غيمشي قانون بقرايته. هادي هضره زوينه. الا جينا نتبعوا هضره 100% راه كاينين وليد كاينين غطار اللي خدامين ولاد الشعب. شوف كاين المحامون ولاد الشعب كاين الاطباء ولاد الشعب. هادي راه ما قراوش. هادي راه ما قراوش. هادي هضره هادي هضره هادي هضره العام كامل وما مساكنش. اغلبيه مساكن هادو فواتهم القدري خصهم ينجحوا على قبل الفواتهم. برافو عليك على قبل الفواتهم. وعلى قبلهم كيشوف هو كيتعذب خاصو هو يمشي يقرا. يمشي يقرا يزيد امهاتهم يوتيوب. الاباء والامهات ولا عندهم يوتيوب وداك الشيء راه غيمشي غيبحث في يوتيوب. واخا واخا اضراب كذا ولكن هما معذبين بالنسبه ديال الدراري. برافو عليك. تصفيقه تقال على عندي بنيه صغيره كنافقوا ولكن كاينين درهم. عندي بنيه صغيره اش غنوكلها والو. ما باغي والو. عندي بنيه صغيره سميتها ماريا. عنده لا بنت. لا لا عنده بنت. اسود عندي بنيه والله. عنده عندي بنيه. نقول لك المهم مشي وسع.
وليداتي يسهل عليكم باش داخلين في العشيه مع ثلاثه ان شاء الله. غنجيب مع الله باغي يدير واحد واحد ديديكاس. اصبر اصبر غنعطيك واحد ديديكاس في الاخر الاستاذ هذا العربيه قريش عندك في زيان مجده والله حتى احسن مجده كذا فوق شهر اقسم بالله العالي هذا والله حتى احسن استاذه. وهاد الاستاذ هاد المدرسه هادي راه هي مزيانه واللي كيبغي يقرا راه كيقرا هذا شد يكمل اللي كيبغي يقرا راه كيقرا واخا ما عرفش الدور ونجح هو ونجح انا كنعرف انا راه كنعرف دراري انا كنعرف دراري ساكنين في العروبيات وكلشي موحد شحال لعيب وكيقرا وشادين ودابا راه في مناصب دابا راه كندويو احنا دابا اللي موفرنا كلشي بقينا باغي نقراو ما نديروش حتى لعبه. شوف اللي غنطلبوا شي هنا والله واخا كاك تسرنا والله ولكن غنقول لكم واحد الحاجه وحده. هاد الوليدات كلهم وليدات زوينين مربيين مؤدبين. تحيه للناس ديال مولاي رشيد خالتي خالتي اللي شفتها فيها كيصور الرضا خالتي اوليدي ما باغي والو باغي ننجح باش ما يبقاوش يفرقوا عليا خوالي ولقاوني حتى انا مشيت كندور حداهم في ليكسام. انا نجحت غادي ندفع ماتي والله الا نجحت ندفع اي بقاو يقولوا الباك شتي تعرف المصلحه باش بلاش اش غنقول دابا انا اللي العام الرابع وانا كنقرا دابا الباك العام الرابع ما بغاش يجي ندوز نجح شوف الاقدميه ندوز نجي هو هنا ندوز الباك الاول هنا ندوز الرطراباج هنا ندوز وكل شيء وكل شيء بزاف المدرسه بزاف اليوم اليوم كانت مزيانه ديديكاس استاذ يونس ما دوزش على اللجنه ديديكاس استاذ يونس كعرف حارتي ديال الاف في تي احسن استاذ ديال الاف في تي اجي اجي بلاتي نشوفوا لاباس عليك وغادي نشوفوا العنصر نون النسوه. شوفوا تبارك الله شوف دابا الفرق ما بين هذوك ها 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 شوفوا تبارك الله شوف الدراري مالهم مقباح تيغوتوا بزاف لا فاطمه لا فاطمه الحيحه لا حاشا اجي اجي لا حاشا والدراري شوف انا عندي جوج وليدات ولكن كانت عندي بنيه غادي تكون هادئه الدراري انتم معروفين البنيه حتى تكون تبارك الله ياك قولي لي كيدوز سي امتحان خلاص يلاه علاش ما نجحتيش في الاول؟ وبعد باباك براسو انا بعدا صدمني ان عنده بنت في الباك انا باباك براسو تنعقل عليه ملي كان صغير حتى كي درتي لها تولدتي بنيه تبارك الله وصلت للباك شوف فاطمه الزهراء اش غنقول لك كتعرفينا من الصغر حنا زربوا عندنا والدينا زوجتي صغير انت راه عندي الدريه هذه عندها في عمرها 17 عام وعندي واحده اخرى عندها 16 عام كتقرا في السيزيام وعندي واحد الدري وانت شحال عندك؟ انا دابا عندي 42 عام تبارك الله حيت انت عقل عليه زعما كاين هو كان تبارك الله الله يكمل انا كنعرف والدينا وكل شيء كنعرف كل شيء كنشكرك اختي فاطمه الزهراء بزاف الله ينجح لك البنيه شكرا شكرا الله يسهل عليك الله ينجحك بنتي الله يعاونك دابا نجي عندك دابا نجي اذا اري اختياري ديال هذه البنوته الزوينه الحبيبه اجا بنيت ممكن حبيبه ديالي شوفوا انا الصراحه الباك انا ما كرهتش الباك ولكن كنت صحاب الباك بحالك كنضرب حتى شي تجويجه متقلب شي شي راجل تجويجه احنا ما نقدرش نجيب شي واحد يستاهلك ويكون بحال باباك امين ياك امين بحال باباك يبغيك بحال باباك يقدرك بحال باباك انا كنقول ليه بابا ما يدلمين برا كنقول ليه كنبغيك كنحمق عليك كنقول ليه كنسطى عليك نقول ليه واخا نعين عين 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 ما نوفقش الحق خذي لي الباك واه كنتمنى الصراحه خذي الباك باش تفرحي لي بابا كنتمنى كنتمنى والله كنتمنى نفرح ضرب عليك تماره ضرب عليك تماره كاع لا تلا باغي نقول لك اويلي لا غنضح شوفي اللي ما نجحش صبر لي على شي راجل انا ذاك انا مبابر على المراه كويده ديالي اجي عندي اجي اجي البنوته تاج راه البنات احلى الحلويات هما البنات هما زينات الدنيا تماما كدوز الامتحان صراحه امتحان كان على بوغتي لا اصلا غنجيو لهنايا سمع 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 قالت الامتحان كان على بوغتي سمعتي انا عاودت معاهم باك ليبغ تبارك الله باك ليبغ العام اللي فات دوزت ما جبتش لي كونكور ديال الميديسين حيت كنت باغا ندير الميديسين وعاودت باك ليبغ هذا العام وصراحه اللهم الامتحان ديال الفيزيك ديال العام جبتي ذاك العام ذاك العام كنت جبت لا كنت جبت 17 واخا دوزت الكونكور داك الشيء ما تقبلتيش واحد راه ما كيصحوش راه كنت جبت 12 عاد صحيح وداك الشيء عاد صح وحسن دابا عاودت وشتعتني ماما تبارك الله الله يخليها لك الحبيبه ديالي اجي عندي اجي تبارك الله تحيه لهاد الام المغربيه تحيه للامهات المغربيات شحال على الامهات الله يخلي لكم مواتكم الحمد لله كنتمنى لهاد الوليدات وهاد الجاليه كلهم ان شاء الله الوليدات يخدموا ويكافحوا ويحيدوا التليفونات
حيدوا عليهم التليفونات وحيدوا عليهم داك القنبله الموقوته اللي خرجت على الادمغه كيف ما كتشوفوا العقول طالعه فارغه. الوليدات خصكم تحنوا تحنوا على امهاتكم لحقاش الامهات راهو من الاولين والاخرين هما اللي كيستاهلوا هذا النجاح ديالكم. كافحوا على الوليدات كافحوا. انا البنات كنشوفهم عندهم قدرات باغين يفرحوا امهاتهم. هما اللي كيجيبوا اول نقطه. الوليدات كيكونوا شويه ما الله يهديكم الوليدات راه تبارك الله غزالين وجيتوا في واحد الوقت اللي الانترنت راه فيه كل شيء. انا راه خدمت مع بنتي بالانترنت بلا سوايع بلا والو خدمت معاها بالانترنت والحمد لله ربي نتمنى التوفيق للجميع. الله ينجحك. وتحياتي للاستاذ جغيدر وتحياتي للاساتذه كاملين وتحياتي لهاد الوليدات الله يوفقهم الله يوفق امهاتهم. شوف شوف والله العلي العظيم هذه البنيته شوف ماشي زعما كاينه حتى الدراري اللي غيكونوا مامنين بها بان البنيتات تيكونوا مجدات وتيقراو. علاش؟ لان البنيه ما تدخلش الزنقه بحال الدري. الدري راه خارج ها الكره ها هو تابع الفرقه ديالو ها هو البلاي ستيشن ها هو هادي ها الدريات كيكونوا تبارك الله ملتزمات وما تيخليوش والديهم يخرجوا. وها هو مثال ينجح ذاك العام جابت 16 او 14 عفوا ما دخلتش الميديسين. ان شاء الله دابا غادي تجيب واحد المعدل اللي ان شاء الله يخول ليها انها دير الطب ونشوفوا عاوتاني طبيبه احسن طبيبه داوي فابور. هذا طبيب ان شاء الله كيفاش باغي نولي طبيب باش نداوي الناس فابور اختي. هادو راه اش غنقول لك ولا اله الا الله كاملين وهي دعات معاكم وديروا التصفيقه ثلاث بنيتات اللي ما صفقات غادي نجح غادي نجح الله يعاونك انتي نتلاقاو ان شاء الله وانتي ناجح الله يحفظها لك الله يحفظها. شي راه عندها لونجلي ان شاء الله انجليش مان انجليش 14 14 14 كمل ندير ديديكاس للوالد ديالي للاباء ما كاين الوالد الوالد يكون 2004 2004 باقي كدوز في البار خاصيني انا انا وحدا انا قريت انا قريت حتى قريت وما درت والو ياك ولكن انا والله غنمشي لكندا. واحد على مالك ما درتي والو تبارك الله رجل الله دابا سودور وما كاين حتى سودور في كندا ان شاء الله. خصني نختم يلا قول لي باش نختم. ما تخير قراية ما تخير ما تخير تيتشر نو 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 ما تخاف سي ان سيفير اي سون بيشي اي سون كيف غتخرج دابا غنفلح. لا 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 ما خاصناش نقولوا المعلم هو في تسجيلات هذا المعلم سامع عليكم.